صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية بحلقة جديدة بختام هالأسبوع من برنامج صباحنا غير. يا رب يومكم يحملكم كل الخير والصحة والرزق وراحة البال. يعني عم تكون أيام قليلة لحتى ننهي هي السنة. هالشهور الطويلة يلي مرقت علينا كانت سنة صعبة كتير، ولكن دايما منتمنى لكم النصيب الحلو من كل شيء بشغلكم، بدراستكم، بكل الظروف وبكل شيء بخص عائلتكم وبيوتكم. وأكيد إن شاء الله كل الأيام القادمة بتكون هي أيام العوض والجبر لقلوبكم. أكيد مشاهدينا نحن بلشنا معكم مشوارنا الصباحي ومنترافق نحن وأنتوا لمدة ساعة ونص من الوقت بالعديد من الفقرات ضمن صباحنا، وأكيد باقة من التقارير بمحافظاتنا السورية. ولكن مثل العادة فاصل صغير ومنبلش. وأكيد قبل ما نبدأ أولى فقراتنا ونستقبل أولى ضيوفنا، خلونا ننتقل مباشرة لأولى تقارير صباحنا وضمن الاحتفالية المركزية بمناسبة الأسبوع العالمي للإرضاع الوالدي. أقيمت أنشطة فنية ومحاضرات تثقيفية تحت شعار تمكين الرضاعة الطبيعية يحدث فرقا للوالدين، وذلك في منتجع روتانا بالبادئية. تفاصيل أكثر مع زميلنا مازن محمد. نشاطات فنية ومحاضرات تثقيفية ضمن الاحتفالية المركزية بمناسبة الأسبوع العالمي للإرضاع الوالدي تحت شعار تمكين الرضاعة الطبيعية يحدث فرقاً للوالدين العاملين في منتجع روتانا أفاميا باللاذقية. كل عام في عنا الأسبوع العالمي يلي هو من 1 إلى 7 آب، بيصير في نشاطات متعددة بالمحافظات فيما يتعلق بموضوع الإرضاع، من تثقيف صحي، من ممكن أغاني للأطفال، مسارح، من محاضرات تثقيفية. بيصير عرضة اليوم، نحن اليوم جايين لحتى نعرض تجربة المحافظات ونحكي عن أهمية الإرضاع الوالدي بالنسبة للطفل أولاً وبالنسبة للأم ثانياً. هي نشاطات على مدار العام بس بتتركز أكثر شيء من 1 إلى 7 آب طبعاً. في عنا شغل كتير، مشورات فردية، جلسات جماعية بكل المراكز الصحية تبعنا، بالإضافة للمشافي الخاصة والعامة. بظروف الحرب صار عندنا أحيانا توزيع حليب للأطفال، فنحن اشتغلنا على أنه نرجع الإرضاع الطبيعي للسيدات لفائدته للطفل وللأم وللأسرة وللمجتمع. دائما نحن منركز على أنه الإرضاع الوالدي هو الطريقة الوحيدة المثلى لإعطاء التغذية للطفل خلال 6 أشهر الأولى من الحياة. أهم شيء بيهمنا بهذا الموضوع أنه طالما نحن هلأ بهي الأماكن أنه ندعي جميع أماكن العمل لتوفير الإمكانية للسيدات العاملات لتحقيق هذه المقولة أنه الإرضاع الوالدي. هاي الاحتفالية للتأكيد على أهمية الإرضاع الوالدي. الإرضاع الوالدي ضروري للطفل وحيوي للطفل، لمناعة الطفل ولذكاء الطفل ولصحته، وضروري للأم لحمية من الأمراض وبيحزز الرابطة بين الأم والطفل. بمجال الإرضاع الوالدي نحن بنعمل في مشورات الإرضاع الوالدي الفردية بمراكزنا الصحية لتثقيف بأهمية الإرضاع الوالدي للأم وللطفل. الفعالية هي بمثابة توعية بحقوق الطفل وتشجيعا للأمهات على الإرضاع الطبيعي، ما يحقق السلامة للأم والطفل معا. مشاهدينا، كثير من الأعراض والعلامات اللي ممكن تصدر عن الطفل وتبررها الأم بأنها حالة من الخجل الطبيعي أو بأنه الطفل لساته صغير، ولكن بالواقع هاي العلامات ممكن تكون مؤشر لمشكلة بالنطق عند الأطفال. نتعرف أكثر على العلامات والدلالات، خلونا نتابع سوا المادة التالية ونرجع. هناك أسباب كثيرة تجعل الأطفال يعانون من صعوبة في تعلم الكلام. أحياناً يكون السبب مجرد تأخر في تطور مهارة التحدث، وفي أحيان أخرى قد تكون هناك مشكلات خاصة تتطلب الخضوع للفحص والعلاج، ربما على يد خبير أمراض النطق واللغة. وعند حدوث هذا النوع من المشكلات لابد من تقييم الحالة من جانبين. الجانب الأول هو اللغة. إذا كان الطفل يعاني من مشكلة في تطور اللغة، فهذا يعني أن لديه مشكلة في تطور المفردات وتعلم ماهية الكلمات المختلفة وتحديد معانيها، وقد تكون لديه مشكلات في فهم ما يقوله الآخرون، أو يجد صعوبة في تعلم صيغ نحوية معينة كصيغ الماضي
أو ربما يجد صعوبة في تعلم كيفية تجميع الكلمات معاً بالترتيب الصحيح. الجانب الآخر هو النطق. النطق هو الصوت المسموع للغة عندما يتحدث الناس، فهذا أحد أشكال اللغة. ويتضمن النطق تحريك أدوات النطق، وهي اللسان، الفكان والشفتان، لإصدار أصوات حروف اللغة. من أبرز العلامات التي قد تدل على وجود مشكلة نطق عند الطفل: في مرحلة الولادة إلى غاية 12 شهراً، عدم التفاعل مع الضوضاء المحيطة، نادراً ما يصدر الرضيع أصواتاً، عدم ضحك الصغير أو ندرة ابتساماته. من 12 شهراً إلى 24 شهراً، لا يصدر الطفل أصواتاً متنوعة، لا يتعرف على اسمه أو لا ينطق بعبارات معينة، لا يقوم بحركات من أجل التواصل مع الآخرين على غرار الإشارة بالإصبع، لا يحاول تكرار ما يسمعه. من 24 شهراً إلى 30 شهراً، خلال هذه المرحلة العمرية يكون الطفل قادر على نطق ما بين 50 إلى 100 كلمة، ويفترض أن ينطق بها يومياً. وخلال هذه الفترة يجب التحقق من هذه العلامات التي تشير إلى أن طفلك يعاني من تأخر في النطق، كنطق القليل من الكلمات المفهومة أو عدم التواصل إلا عبر الإيماءات، أو لا يفهم إلا الكلمات الروتينية، أو لا يقلد أصوات الحيوانات. أما من فترة 30 شهراً إلى 36 شهراً، عدم قدرة الطفل على فهم الأسئلة التي تفرض عليه الاختيار بين خيارين، أو قد لا يفهم بعض الأسئلة من قبيل ما هذا الشيء، أو لا يفهم التعليمات الروتينية، أو لا يملك القدرة على ربط الكلمات بالصور والأشياء المحيطة بها. من فترة 3 سنوات إلى 4 سنوات، عدم القدرة على فهم أسئلة من قبيل من أو إلى أين. ليس لديه القدرة على فهم المفاهيم الأساسية كفوق أو تحت. التواصل عبر الإيماءات، نادراً ما ينطق بجمل كاملة أو يكرر السؤال المطروح عوضاً عن الإجابة عنه. أما من مرحلة 4 إلى 5 سنوات، يعبر بطريقة غير مفهومة ويبحث عن الكلمات باستمرار، يعاني صعوبات في تسمية الألوان والتعرف عليها، يعاني صعوبات في التحاور أو الإجابة عن الأسئلة. صباح الخير لكل حدا انضم لنا، واكيد معقوله فقراتنا لليوم تربويه ورح نحكي عن موضوع بهم كثير من الاهالي. كلنا بنعرف انه الاطفال مثلهم مثل الكبار، ممكن يصرخوا، ممكن يغضبوا، ولكن الفرق يمكن ما يقدروا يتحكموا بمشاعرهم وردات افعالهم. هي المشاهد قديش اليوم بنشوفها بحياتنا بالمحيط اللي عايشين فيه، وقد ايه بتكون يمكن بنظر البعض تصرفات غير لائقه. يمكن اليوم تتعدد ردود افعال الاهالي على هي المواقف، ولكن أسئلة كثيرة من الأهل: هل يا ترى الموقف فعلا بيستدعي أنه الطفل يغضب؟ يا ترى هو ليش معصب؟ أمور كثيرة رح نتعرف عليها سوا مع ضيفتنا اللي صارت ضمن الاستديو الاختصاصية التربوية الخاصة للطفل، ريم سعد. يسعد صباحك. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. يا هلا أهلين. أهلا وسهلا. يعني خلينا بداية عم نحكي عن موضوع جدا مهم، نتطرق أول شيء للأعمار الصغيرة من عمر 4 إلى 5 سنوات، نعرف شو هي نوبة الغضب عنده. نوبات الغضب طبعا احنا اذا بدنا نكون لقبل شوي، بعمر 3 سنين ببلش الشخصية عند الاطفال تتكون، الانا عندهم تتوضح اكثر، فهن دائما بيحاولوا يحافظوا على الممتلكات، بيحاولوا يحافظوا على المساحة تبعيتهم من مجموعة الاقران او حتى من الاهل، بيكون هذا شيء طبيعي ضمن حدود طبيعية لحتى الشخصية تتكون، يقدر يكون حدوده، يقدر يكون هو كيف على شو بيقدر يمون مثل ما بيقولوا، على شو بيقدر انه لا هون لازم يكون في رأي لماما وبابا. ممكن شوي تأخر 3 سنين، 4 وشوي، اذا بس نحن وقت بتصير بقى بتقطع وبتضل ثابتة عنا نوبات الغضب او نوبات الطفل ما عم يقدر يوصل فيها انه انا بدي هذا الشيء، بس ما عم يقدر يعبر عنه كلاميا، ما عم يقدر يعبر عنه بالمشاعر، فحيكون في عنا نوبات غضب اللي هي عباره ممكن عن صراخ، ممكن على الارتماء على الارض، ممكن انه يمسك اشياء من البيت ويكسرها يرميها على الارض، يعني كثير تفاصيل من نوبات، يعني مثل ما بشوف احيانا عند الكبار ممكن يعملوها الاطفال والاول الصغار،
بحيث انه يفرغوا او يعبروا انه نحن غضبانين، نحن موجودين ومعترضين على الشيء اللي عم بيصير. والحقيقه انه هي النوبات بتبلش بتكون من عمر كثير صغير، يعني انا بعمر السنه يمكن اشوف الطفل اول ما يبلش يمشي سنه وشوي، سنه وثلاث اشهر او سنه ونص، وقت تقيله على شغل انه هلا لا او هلا ما بصير، بنلاقيه بيطلع على الارض بيامن حاله، بعدين بزيد حاله على الارض وانه هو غضبان. فهي بتكون شيء فطري، يعني ما في حدا اكيد معلمه انه انت لازم تعمل هاي الحركه لحتى تبين انك غضبان، او ممكن انك تعض نفسك، او انك في اطفال ممكن يواجهوا ضربات على وشهم انه هن نحن غضبانين. هي عم بحكي بالعمر كثير صغير. بالعمر كثير صغير نحن ابسط شيء ممكن نعمله انه ناخذ الطفل بلطافه نحضنه، دائما بده يكون ظهر الطفل على بطننا نحن، يعني حتى يكون هاي المنطقه هذا التلامس كثير بيخفض القلق عند الاطفال او حتى عند الكبار، بيعطيه شيء انه ظهرك محمي، انا محتويك، انا حاميك، فبلش هون يهدى، فيني احكي بإذنه، فيني اقول له عبارات انه انا بعرف انه انت معصب لانه هلا بدك تاخذ مثلا قطعه الكيك اللي بدك اياها، وهلا بدك تشرب حليب، بس هلا مو وقته، نحن حنعمل حنأجلها شوي ونعمل شيء ثاني حتى انت تقدر تتحمل، ناخذ انيه الحليب، حتى لو كان الطفل صغير الكلمات الرايقه او ممكن تقول امهات ايه بس هو حيفهم علي هذا الحديث. مو بالمشكله، هي الكلام هو نغمات، فالنغمات هي مطمئنة، هي النغمات على تكرارها بيعرف انه هذا الشيء حيصير بس بده شوية وقت أكيد. فممكن يهدى الولاد ويركن خلص، نحن بنقدر نسيطر عليه بهذا العمر. تمام. استاذ ريما، خلال حديثك ذكرتي انه هذا الشيء ممكن يكون فطري، ولكن يمكن احيانا بنشوف انه هو مكتسب. اليوم ضمن العائله الوحده ممكن الطفل يشوف امه مثلا عم تعيط على اخوه، عم تصرخ عليه، هذا الشيء يمكن قد ايه بياثر اليوم على اطفالنا وبيخليهم يكتسبوا هي الصفات، يكتسبوا هذا الغضب؟ يعني فينا نقول انه لجانب العامل الوراثي او الفطري ممكن يكون هذا الشيء مكتسب. تماما، نحن عم نحكي بالاعمار الصغيره كثير انه ممكن بتطلع شغلات هي فطريه، ان كان ضرب او الارتماع على الارض او هي التفاصيل. بالعمر الاكبر، العمر اللي انا بتعلم فيه من الراشد بعمر الاربع خمس سنين، وقت انا الراشد بيكون بالنسبه لي عم يمر من قدامي، بس انا عم سجل كل شيء ملاحظات عم بيقوم فيها، وبحط عندي بذهني انه هذا هو التصرف الصح بهذا الموقف. أنا من مدة كم يوم كان في طفل وأمه عم يلعبوا، كان في لعبة وعم يلعب فيها الطفل، والأم قاعدة قدامه، بس الأم كانت عم تحكي على التليفون، فهي ما نعاطية كتير بالها على الطفل، والطفل كان عم يلعب، كان عم يلعب بلعبة شوي موسخة يعني رمل وهي القصص، فعم يمسك رمل، طفل عمره تقريبا 3 سنين، عم يمسك الرمل ممكن يرميه على ثيابه، ممكن يرميه على الارض بخارج، فكانت رده فعل الام كثير عصبيه، والطفل تلقى مثلا عده ضربات، مفاجئ كان، يعني اللي عم يشاهد من برا كان صادم، فكيف للطفل؟ ببساطه بتلاقي الطفل طلع، يعني هذا واقع كان ومثال كثير واضح وكثير صريح، اطلع شاف ولد عم يلعب قدامه، قام ضربه واخذ منه الاشياء اللي كانت بايده وعمله بنفس العنف. القصه هون كان فرق ثواني بين المعامله اللي كانت من الام والمعامله من الطفل، معناتها نحن هون يعني الطفل ادرك انه هذا التصرف الصحيح، وقت انا اشوف شيء ما يعجبني اني اتعامل بالايد، اتعامل ممكن بعد يكبر شوي بالكلمات، اكثر شوي بالسلوكيات النرفزه اللي هي تكسير او تحطيم الموجودات اللي بتكون قدامي. فهذا مثال كان كثير حي وبسيط على الاشياء انه ايه فعلا مكتسبه، وقت انا بشوف ماما او بابا عم يتصرفوا بهي الطريقه فانا معناته هذا هو التصرف الصح، لا شعوريا لالي فانا حاتصرفه، هذا هو طريق النجاه تبعي بالمجموعه اللي رح كون انا فيها. طيب شو الطريقه الصحيحه اليوم لحتى نتعامل مع طفل عنده دائما نوبه هي الغضب؟ يمكن اذا فينا نعطي نصائح اليوم للاهالي لحتى يعرفوا كيف يضبطوا هي المشاعر ويتحكموا فيها اكثر كرمال ما تاذي يمكن الطفل اكثر. هلا في اطفال بطبعهم عندهم العصبيه او طبعهم عندهم نوبات الغضب بتكون اعلى من باقي الاطفال، يعني بنحسها انه هذا بنحسها سمه بشخصيتهم او شيء بشخصيتهم. هدول الاطفال نحن كثير بنلجأ لانه نعلم الام تمارين للاسترخاء، يعني انه نضغط بكره اسفنجيه على اجزاء جسم الطفل،
قبل ما ينام أو أكثر من مرة بالنهار، فهي بترخي العضلات، فالطفل حيكون مرتاح. شغلة تانية بس يكون طقس مناسب أو متوفر، الحمامات الدافية مع روائح عطرية معينة مثل زيوت عطرية معينة، يعني بيخلي الطفل يسترخي الجملة العصبية أو الجملة العضلية تبعيته كمان بتكون فيها ارتخاء، فبيكون أهدى حتى على اليوم الثاني. يعني إحنا عم نعمل شيء تراكمي، بناء تراكمي للطفل يقدر بالأخص بالمراحل الصغيرة، ممكن ما كتير يقدر أعطيه استراتيجيات يفكر فيها أو يحضرها بذهنه ليتصرف بالمواقف، فبساعده بهي التمارين اللي هي بتخليه شوي يكون عنده ارتخاء. في أطفال بيكون عندهم التهابات أذن بشكل دائم، أطفال عندهم الربو الطفولي، هدول أطفال بياخدوا أنواع معينة من الأدوية، أطفال اللي عندهم مشاكل بالأذن، التهابات الأذن، ألمة وموقع الأذن الحساس بالرأس، فبيخليهم دائما مزعوجين يعني عصبيين. مثل الطفل اللي بياخد أدوية أو اللي عنده مشاكل بالنفس، فهو طفل عصبي لأنه بتكون الأكسجة عنده شوي أقل من باقي الأطفال، أو طبيعة الأدوية اللي بياخدها بتأثر على القشرة الدماغية عنده، بتخلي حركته زايدة، انفعالاته زايدة، فبيكون عصبي أو انفعالي. الأطفال اللي عندهم حركة زايدة أو فرط نشاط كمان عندهم عصبية، لأنه هن مو بس المراكز الحركة اللي بتكون عندهم شديدة، كل المراكز المحيطة فيها بتكون قوية أو بتعطي انفعالاتها، فهو بيكون انفعالاته كلها واضحة جدا. يعني الحزن حزن والغضب غضب والفرح فرح، بس للآخر بيروح فيه نتيجة المشاكل اللي عنده. أنا واجبي كأهل أعرف طفلي شو السبب، يعني دور على الجذر، ما دور على المظاهر اللي عم تعطيني اياها المشكله. جذر المشكله عندي انا شو هو، ابحث عنه وحل الجذر. بس حليت الجذر هاي المظاهر بتخف، وين ما خفت فبتبقى منها شغلات كتير بسيطه او خفيفه بقدر انا اتعامل معها. بس اذا بدي اتعامل معها بنفس العنف او بنفس نوبات الغضب، فانا صرت بالدائره اللي هي مغلقه، تمام، ما راح اقدر اطلع منها لا انا ولا طفلي، وفشل العلاقه بيناتنا للمستقبل. اكيد استاذ ريم، هون بدي اسالك، يعني كنت عم نحكي انه ردات الفعل الاهالي اليوم هي ممكن تكون غلط ويمكن اكبر من هي المشكله. ذكرنا انه نسبه كبيره اليوم من الاهالي ممكن تلجا لاسلوب الضرب، لاسلوب العنف، ولكن بالمقابل ممكن نشوف نسبه من الاهالي يمكن تكون قليله تلجا لاسلوب التودد والتقرب من الطفل. بس هون بنشوف انه الطفل بلش يتدلل. خلينا نوضح هي الطريقة صحيحة كيف نتعامل معه، يعني نوازن بيناتهم لا كتير نشد ولا نرخي مع الطفل. تماما، هحكي على الخلق الضيق عند الأهل يلي بيعطيك باب أنه طبعا ما بلوم الأهل، بالأخص إذا الأم موظفة الأب موظف، ففي عندهم وقت راحة، في عندهم وقت سكون بالبيت، هن بدهم يقعدوا يرتاحوا فيه، يقعدوا يعملوا شيء مفيد مع الأولاد، فتلاقي الأولاد عصبيين شوي، نزقين، بدهم طلباتهم بسرعة. فاللي بيصير دائما انه خليه ياخذ شو ما بده، بس هلا يهدى، او بس هلا انا ماني قدران اسمع صوت، فبتتلبى الرغبات. هلا حسب العمر انا بتصرف، حسب عمر الطفل بتصرف. هل هو صار تعلم انه بهذا المفتاح بيقدر ياخذ اللي بده اياه؟ فانا بلجأ هون لاخصائيين بتعديل السلوك، بقرا شوي عن تعديل السلوك لحتى اعرف انا مفروض اني اتجاهل وقت يكون في هيك سلوك وعرفت سببه. بتجاهل إذا بابا تعبان وأنا أم بدي ربي، فأنا باخده على شوي غرفة شوي منعزلة أو ما يكون فيها صوت، وأقول له بكل بساطة أنه هذا الأمر ما رح يحصل، بدك عندك شوية بكي، عندك شوية تعصيب، خلصهم وطلع عود معنا. طبعا ممنوع نقفل الباب على ولد، أو ممنوع ما نشعل ضوء إذا كنا حاطينه بمكان لحاله لحتى يفرغ أو ينفس عن الغضب تبعه. ما بدنا نخوفه نحن أو ما بدنا ننقله، بدنا نورجيه أنه أنت خلص اللي عم تشعر فيه وطلع لعنا، بتكون رايق وبنكون كلياتنا سوا. يعني حضرتك اختصاصية تربوية خاصة بالأطفال، واليوم عم نحكي عن دور الأهل، عم نركز كتير على دورهم اليوم بضبط هي المشاعر عند الأطفال. إمتى أنا كأم بلجأ للاختصاصية التربوية لحتى ساعد ابني يتخلص من هي النوبات؟ تماما، وقت أنا بحس حالي كأم طاقتي خلصت. في عمر معين ممكن نستقبل فيه هون الأطفال؟ لا، ما في أي عمر. بالعكس، ممكن يكون طفل كتير صغير بس جدا متعب ومرهق، بالأخص إذا كان عنده يعني من سمات شخصيته العصبية
وفي عندي عمر أكبر اللي هو 4 و5 سنين، وفي أشياء بتخص المراهقين وهي التفاصيل. فالعمر اللي بتلاقي الأم إنه أنا ماني قدران يكون أو ماني قدران أعطي حلول ساعده فيها وريح حالي، لأنه بالفعل بتلاحظي إنه الأمهات جاية ومرهقة إنه أنا ما عاد أعرف شو أعمل. أنا وصلت لمرحلة إنه الطفل عم يأكل عم ينضرب وأنا ما بدي أوصل لهي المرحلة، لأنه أنا بعرف إنه هي غلط بس أنا مالي عم بقدر أتحكم بنفسي. بهاي الطريقة نحن بنعطي للأم استراتيجيات تتحكم بغضبها هي، كيف تطلع حالة من حالة الضغط، لأنه كلها بالمجمل كلياتنا عندنا ضغط معين بالعمل بالسعي وراء الأشياء الأساسية عندنا بالحياة، فدائما في في يعني في تقل في غضب في جهد. فنحن بنعلم الأم، وبس تتعلم الأم حلينا نص المشكلة، وبنلتفت للطفل بنعرف شو الجزر مثل ما حكينا اللي عنده، بنبلش بالعلاج بالتعاون مع الأهل. تمام. ومنشوف اليوم يمكن نسبة كبيرة أو عدد كبير من الأطفال لحتى يحصلوا على الشيء اللي بدهم إياه بالحياة، يحصلوا على متطلباتهم، بتلاقيهم بيلجأوا لأسلوب الصراخ. هون بيصير هذا الشيء يمكن حالة متكررة. تمام. يمكن يصير يرفض أي شيء يعمله لحتى يحصل على الشيء اللي بده إياه. كيف ممكن نتعامل مع هذا الطفل؟ تمام. الصراخ مفتاح جدا سهل، ومفتاح بيخلي عيون الكل، بالأخص إمتى بيكون الطفل بتمكن من هاي الخاصية اللي عنده، وتكون ماما ضمن التجمعات أو بالأماكن العامة أو بأماكن تجمعات العائلة، فأنا بقدر بخلال دقائق أو يمكن ثواني أحصل على اللي بدي إياه بصوتين عاليين يخلوا ماما بقمة الإحراج. هون ببساطة نحن دائما بنعلم الأم، طبعا هذا الطفل لقى مفتاح عارفان تماما هو كيف عم بيتصرف وإمتى عم بيتصرف، بنحاول نخلي الأم إنه تطفي هذا السلوك بالمجتمع اللي هي بقلها وين أنت بتموني أو وين بتقدي تروحي لمكان، إن كان بيت جد أو بيت أحد الأقرباء خالات عمات اللي هن، إنه أنا بدي أطفي هذا السلوك عند ابني فساعدوني، لأنه أنا حأجي عنكم ورح يعمل الشيء اللي دائما بيعمله ليحصل على شيء معين، ممكن موبايل، ممكن يقعد كتير أو يأخذ كتير من الحلويات أو يأخذ نقود يلي هو، فهو حيطلب وأنا حأتجاهله، فساعدوني أنتوا وكونوا معي على خط واحد وخلينا نلتزم تجاهل والصمت كلياتنا لا أقدر أطفي عنده هذا السلوك، أنه أنت قد ما صرخت أو عملت أنا قلت لأ وفهمتك ليش، فأوقف لحالك وانضم معنا، وإلا نحن متجاهلين هذا الموضوع ومكملين القعدة اللي نحن فيها. بس المهم انه التعاون، تعاون المحيط مع ام، وما ننظر لهي النظرات انه يا حرام عليك شو قلبك قاسي، معقول مالك قدرانه، هي شغله كثير بسيطه مالك قدرانه تعطيها، فنحن هون كسرنا التربيه وكسرنا الام قدام الطفل. يمكن اسباب كثير اليوم ممكن تكسب هذا الطفل هي الصفه او هذا الغضب، بتلاحظ اليوم نحن بعصر السوشيال ميديا بعصر التطور والانفتاح بتلاقي اي طفل بعمر صغير اليوم الا معه موبايله معه لابتوبه، يمكن عم يفتح على العاب الفيديو اللي فيها عنف وسلوكيات عنيفه، قديش هذا الشيء ممكن فعلا ياثر على سلوكيات الطفل ونشوفه فعلا يمكن شخص عدواني بتصرفاته مع الاشخاص اللي حواليه وعصبي تماما. وجودنا قدام الشاشات والشاشات الصغيرة تواتر اللون وتواتر الصورة والسرعة فيها بتخلي جملتنا العصبية أو حتى جملتنا العضلية إذا كنا عم نلعب بمجموعة من الألعاب هي مشدودة جد مشدودة، فتخيلي نحن شادين مثال كتير بسيط شادين حبل عم نشد شد 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 هذا الحبل وتركناه، فحلاقي إنه هو كانت سرعة وقت تركناه سرعة إنه رجوعه للمكان اللي كان فيه كانت كتير شديدة. نفس الشيء الطفل عم يلعب او عم يحضر شيء متوتر او هاي الاغاني فيها ايقاع معين، فبتخلي الطفل ببلش يخزن تعصيب، يخزن قله انتباه، يخزن عصبيه عدوانيه، مجرد ما وقفت بتطلع الطفل بلاقي طفلي عم بينط عم بينط عم بينط او عم يحكي 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 او معصب، بتطلب منه شيء بيرد بتعصيب بيرد بعصبيه بعدوانيه. الشاشات خطيره مو بس على الاطفال، حتى على الراشدين يعني حتى على الكبار، وجودنا قدامها أحيان ألعاب اللي بنلعبها بتشحننا عنف، بتشحننا قلة التحمل، بتشحننا قلة صبر، فبتكون مخرجات طبعا هي عصبية عدوانية نرفزة، سعة تحمل لإنجاز المهمات أو لحل المواقف بتكون كتير
بسيطة وخفيفة، فبنكون متجمدين، لأنه نحن أعطينا يعني فرصة للشاشة بأنه تساهم بأنه نحن نكون أشخاص بس متلقين. تمام، أيمت ممكن نوبات الغضب تأثر بشكل سلبي على صحة الطفل إن كان نفسياً أو حتى جسدياً؟ أيمت منوصل لهي المرحلة؟ تماماً، إذا بدنا نحكي جسدياً نوبات الغضب وقت ممكن إذا حكينا إذا كسر شيء ممكن يأذي نفسه، إذا رمى حاله على الأرض ما كان منتبه كمان ممكن يأذي نفسه. الغضب المستمر والعصبية المستمرة هذا إجهاد للأعصاب، إجهاد للقلب، ممكن على الكبر يصير في عنا أمراض ضغط، هاي كلياتها إحنا لأنه عم نستهلك العضو بكير. يعني أنا جهدي إذا بحط إيدي مثلا على قلب طفل عنده معصف فبلاقي القلب عم ينبض بسرعة كتير كبيرة، فأنا عم بستهلك العضو بقبل أوانه بشدة معينة. فأنا على الكبر ممكن يكون في عند هدول الأطفال صاروا راشدين مشاكل قلب، مشاكل ضغط، ممكن مشاكل سكر حسب العصبية اللي كانت عندهم أو إذا كانت سمة من شخصيتهم أو كانت هي بس عارض ومرأة. أكيد بالختام معلومات جدا مهمة ما رح نضيف عليهم أي شيء. بدي أتشكرك الاختصاصية التربوية الخاصة بالأطفال ريما سعد، أهلا وسهلا فيك، نورتي صباحنا. شكرا لك ولطفك بالإلقاء. أهلا وسهلا. أما هلا مشاهدينا رح ننتقل لتاني محطاتنا لليوم، والحياة ألوان. بوفيه يسعى لتوفير فرص العمل للأشخاص من ذوي الإعاقة بخطوة جديدة ومهمة للدمج في المجتمع وجعلهم أشخاص فاعلين أكثر. هذا المشروع بدأ كفكرة من قبل مؤسسة إدارة الموارد البشرية، وأكيد تم تنفيذه برعاية من وزارة التربية، واليوم الفكرة صارت فرصة موجودة على أرض الواقع لاستثمار طاقات أصحاب الهمم وتوظيفها أكثر. ونتعرف على المشروع بشكل موسع، بسعدنا أنه يكون معنا لليوم الأستاذ أسامة لاذيني نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة إدارة الموارد البشرية. يسعد صباحك أستاذ. وصباحي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. يعني عم نحكي أنه فكرة جدا مهمة وجديدة اليوم لدعم أطفال ذوي الهمم، مثل ما بنقول أطفال الحب. خلينا نتعرف نحن مشاهدين أكثر عن الفكرة، كيف بلشت؟ هي نحن الفكرة كمؤسسة من الأساس في عنا فكرة يعني من زمان أنه نحن نساهم بهذا المجال، حتى في مساهمات سابقا بمجالات شبيهة. فبلشت الفكرة بأنه نحن خصوصا لما أخذنا مشكورة من وزارة التربية أخذنا المقر بمعهد الفنون التشكيل، معهد التطبيق الفنون الفنية والتشكيلية. تمام. فأخذنا مقر، صار في عنا مقر موجود هناك، صار في مجال نحن وموجودين أثناء ما تواجدنا بالمقر شفنا في إمكانية أنه نحن نستفيد من أماكن معينة موجودة ضمن المعهد بأنه نعمل مثل بوفيه نساهم فيه بدمج ذوي الهمم بالمجتمع. فعرضنا الموضوع، عرضنا الفكرة على وزارة التربية، ومشكورين وزير التربية بوقتها وافق على الموضوع وساعدونا، وأنه ناخد مكان. طبعا نحن ما أخذنا مكان بالقاعات تبع المعهد، لا، نحن شفنا مكان هو تحت بيت الدرج مثل ما بيقولوا، مساحته جيدة نسبيا، وجهزنا بالتعاون مع صندوق الرجاء التنموي بتجهيز المكان كبوفيه، وحتى يعني بتجهيزاته خلينا نقول البنية التحتية تبعه، ومن هون انطلقنا فيه يعني كفكرة. وهو الهدف اخيرا انه نحن اول شيء يعني تكون هي مثل نواة مشروع قد يتعمم، نتأمل أنه طبعاً يتعمم بأماكن تانية، هي لتساعد هاي الفئة من المجتمع بأنهم يندمجوا ضمن المجتمع نفسه. تمام، اليوم أي فكرة جديدة أو مشروع أو عمل بحاجة يمكن لدعم من الجهات اليوم الخاصة أو الجهات اللي بتساعدكم اليوم. خلينا نوضح من هي الجهات اللي عم تساعدكم لتنفيذ المشروع، وأيضاً نوضح يمكن المراحل يلي مريتوا فيها لحتى يمكن الفكرة أو المشروع أبصر النور. هلا كجهات بالدرجة الأولى هي كانت نحن كمؤسسة وبصندوق الرجاء التنموي اللي هن قدموا جزء من التمويل للموضوع، وبنفس الوقت كمان الشباب اللي عم يشتغلوا بالبوفيه هن من الشباب المستفيدين من الصندوق من عندهم. كمان حتى دربون على كيفية التعامل، يعني هن بالأخير عم يبيعوا بدهم يشتروا بالنسبة لطلاب والأساتذة المعهد، فكمان هذا كان جزء نادر. بالإضافة طبعا أكيد الجهة الأساسية هي وزارة التربية اللي هي وافقت على أنه نحن يعني نعمل البوفيه بالمركز المعهد نفسه.
إضافة بالبداية كان في جهات من القطاع الخاص اللي هي بالمرحلة الأولى ساهمت بإعطاء المواد للبوفيه بشكل مجاني، كان من ضمنها سينالكو، مكي، كتاكيت، أندومي، فجهزوا البوفيه بالمرحلة الأولى بالمواد من عندهم. هلأ لاحقاً بس صار هن عم يشتغلوا الشباب، صار عم يمولوا حالهم من حالهم يعني، وصاروا هن طبعاً عم يدفعوا حق المواد اللي هي موجودة بالبوفيه. فهي جهات خلينا نقول المشاركة، فهو كمشروع عملياً من ناحية تانية هو مشاركة قطاع عام وأهلي وخاص مع بعض بنفس الوقت، وهذا من جمالية المشروع يعني زي ما نحن نقول عليه، تعاون القطاعات الثلاثة مع بعض. هلا كمراحل مثل ما حكيت قبل شوي، بالمرحلة الأولى كانت هي الفكرة أساسا اللي فكرنا فيها بأنه نحن نساعد بدمج ذوي الهمم. عرضنا الموضوع على وزارة التربية على السيد الوزير ووافق مشكورا على الموضوع. بعدين بلشنا بفكرة مين اللي ممكن الجهات اللي هي تساعد بموضوع تنفيذ المشروع، بالإضافة طبعاً هو المكان هو مثل ما حكينا تحت بيت الدرج، فهو مو مجهز بشي نهائياً. عملنا مخططات الكروكي تبعه، عملنا مخططات لإله، شفنا مثلاً التجهيزات، الخزن اللي بدهن إياها، التجهيزات الثانية اللي بدهن إياها، حتى على المستوى الصحي وتمديدات صحية إجا شخص، والألمنيوم لأنه هو يعني محاط بألمنيوم وما في شباك لحتى الطلاب او اللي بدهم يشتروا البوفيه يتواصلوا مع الشباب الموجودين جوا، وتم التنفيذ على مراحل حتى الحمد لله. يعني من خلال حديثك في جهود كثير كبيره اليوم لدعم هي الفكره او هذا المشروع، وفعلا يمكن اليوم الاشخاص من ذوي الاعاقه هن اشخاص موهوبين ومميزين لكن بحاجه لهذا الدعم، وانتم عم تسعوا لهذا الشيء ضمن هي الفكره. خلينا نوضح اليوم انتم كمؤسسه اداره موارد بشريه نحكي عن خطوات تنفيذ المشروع، خبرنا أكثر. مثل ما حكيت بالبداية طبعاً نحن أول شيء كان في مراسلات واجتماعات مع وزارة التربية بخصوص أنه نحن يتوافق على المشروع وحتى وين المكان بده يكون، لأنه كان في أكثر من مكان ببالنا بداية، بعدين اتفقنا على هذا المكان. بعد هيك تم التواصل مع يعني شفنا مين الجهات. نحن كان في بالمؤتمر السنوي أو العيد السنوي تبع المؤسسة تم طرح الفكرة أنه نحن في ببالنا هذا المشروع. المشروع هو تقريباً صار له سنتين يعني عم بينشغل عليه، فتم طرح الفكرة على الحضور اللي كانوا موجودين، فتقدموا صندوق رجاء التنموي مشكورين بأنه نحن رح نساهم بهذا المشروع. وتم تحضير بعدين قديش التكاليف اللي كان ممكن يعني نعمل دراسة قديش التكاليف اللي ممكن تكلف هيك مشروع، مثلا قديش التكاليف المبدئية تبعه، وبناء عليه قدموا جزء من التمويل صندوق رجاء التنموي، جزء مهم كبير يعني بالأسف من ناحية تانية. وبعدين شو المراحل اللي نحن بدنا نمشي فيها، فكان في اختيار الشباب اللي هن اختاروه من عندهم. بعدها صار في مرحلة انه طب بدنا ندربهم، يعني هن بدهم يتعاملوا مع الاشخاص، بدهم يتعاملوا مع العالم، بدهم ياخذوا طلبات، بدهم يعرفوا كيف مثلا المواد الموجودة عندهم، كمان هن قاموا بعملية التدريب. واثناء المخطط تبع المشروع نفسه كان في حدا من الشباب متطوعين بالمؤسسة عمل المخطط يعني خلينا نقول المخطط الهندسي تبعه يعني على صغره هو، تم في مثل مخطط له، وصرنا نشوف مثلا المواد من وين بدها تنجاب، تواصلنا مع الجهات اللي ممكن تقدم هاي المواد بالبدايه. بعدين صار في تجهيز البنيه التحتيه اذا بنقول للمكان نفسه، الخزن الموجوده مثل ما حكينا، الصرف الصحي تبعه، وعلى مراحل تم لحتى بالاخير انطلق المشروع. تمام، تخبرنا لكن أكثر عن تفاعل الناس اليوم مع فكرة المشروع، عن إقبالهم لهذا المشروع. هلأ بالمعهد طبعاً نحن في عنا فئتين بشكل أساسي اللي هن المدرسين الموجودين بالمعهد والطلاب المعهد. هو مكانه مطل مباشرة على ساحة المعهد، فالطلاب مثلاً بدون يطلعوا بساحة المعهد يكونوا بيستريحوا أو شيء، فهو مكانه واضح بالنسبة لهم، فشافوا يعني صار في بوفيه موجود بمطل عليهم مباشرة والشباك مطل عليهم مباشرة. هلأ بالمرحلة الأولى يمكن من بعيد الواحد لسه ما ننتبه مين الأشخاص اللي موجودين. النتائج بتقول انه في اقبال، يعني نتائج هن حركتهم وعمليه البيع واللي عم بتصير عندهم واضح انه في اقبال. هلا بالبدايه يمكن قد يكون البعض شوي هيك تفاجأ او استغرب الفكره او الموضوع، بس بشكل عام لا في اقبال وجيد، يعني في تفاعل الناس معهم يعني. قدرتوا تسوقوا لهذا المشروع اكثر؟ لانه عم نحكي عم نقول انه كيف كان تفاعل الناس، يمكن لسه ناس ما سمعت عن هذا المشروع، كيف عم تسوقوا له اكثر لحتى ينعرف؟ هلا نحن لما بيصير مثلا
إطلاقه للمشروع أساساً بداية. تم مثل عمل نعمل ريبورتاج عنه نوعاً ما يعني خلينا نقول بلحظة الإطلاق تبعه، بالإضافة وسائل التواصل الاجتماعي، ولما بيكون في أي مناسبة يعني نحن بيكون في أي حديث لأي مناسبة العلاقة بالمؤسسة فبيتم الإشارة مثلاً له لمشروع. تمام، ذكرت خلال حديثك أنه عنا طلاب وعنا مدرسين اليوم ضمن المعهد، في عمر معين اليوم للأطفال الموجودين الطلاب؟ هن يعني أعمار بعد 18 والمدرسين هل هن اختصاصيين؟ وضح لنا أكثر عن هو 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 يعني بالمجال الفنون التشكيلية والفنية فالمدرسين بهذا المجال، الاختصاص المدرسين صراحة ما عندي فكرة كثير عنه. خلينا نحكي اليوم، يمكن كثير من الأفكار أو كثير من الجمعيات والفعاليات ساعدت يمكن لدمج ذوي الهمم بالمجتمع، لكن اليوم في هدف أكيد وهو تشغيلهم، نحكي عن أهمية هاي الخطوة؟ طبعاً هلأ هاي خطوة كتير مهمة، خصوصاً نحن عم نحكي على فئة من المجتمع هي مو قليلة بوقتنا الحالي كعدد، وفئة من المجتمع يعني تحتاج أنه نحن ندمجهم ونستفيد من طاقاتهم الموجودة. هنا بالأخير عندهم طاقات وعندهم إمكانيات، عندهم وفي إمكانيات كتير كبيرة وأحياناً حتى نتفاجأ فيها، فدمجهم. نحن في فئة من المجتمع موجودة يجب الاستفادة منها بالعملية الإنتاجية، أولا بالنسبة لهم هن كأشخاص، كفئة من المجتمع بتشعر بوجودها بهذا المجتمع وأنه في إلى قيمة مضافة بالمجتمع، من ناحية ثانية بيأثر على شخصيتهم على نفسيتهم، ومن ناحية ثانية كمجتمع أنا في عندي فئة من المجتمع إذا ما دمجتها وما استفدت منها فأنا بخسر هاي الطاقة الإنتاجية، وفي طاقات إنتاجية مبهرة يعني موجودة عندهم مثل أي شخص عادي يعني من ناحية ثانية، فهي يعني خطوة مهمة وضرورية جدا بأي مجال وأي مكان أن احنا نحاول ندمج هاي الفئة، طبعا ندمجهم بالمرحلة الأولى لحتى نقدر لاحقا عملية التشغيل والتوظيف تبعهم. تمام، ويمكن حضرتك على احتكاك مباشر وتواجد وتفاعل مع هدول الأشخاص ذوي الهمم، خبرنا قدي اليوم حلو الشغل معهم، قدي يمكن عندهم طاقات كبيرة وإمكانيات لابد أنه احنا نستغلها ونستثمرها بشيء كتير منيح. في إمكانيات كبيرة موجودة عندهم، خصوصاً نحن هلأ بمرحلتنا العصر الحالي اللي موجود هو مانو العصر اللي يعتمد بالدرجة الأولى على القوة الجسدية والبدنية تبع الأشخاص مثل سابقاً، نحن عم نحكي على عصر هو بالدرجة الأولى على معلومات وعلى مهارات، فهن عندهم هاي المهارات وعندهم هاي الإمكانيات وعندهم طاقات كتير حلوة، ف يعني حتى لما ندمجهم او ببلش يشتغل فهو حتى بتبلش طاقاته تزيد اكثر واكثر لانه عنده شعور انه انا لازم اعطي. اكيد فكثير مهم انه نحن نستفيد منهم، في كثير مبادرات وفي كثير شخصيات هن عندهم مبادرات حلوه وعندهم امكانيات كثير حلوه وموجودين ضمن الدعم، غير نظره المجتمع لهم انهم فعلا اشخاص قادرين بس لكن بحاجه لشويه دعم من المجتمع المحلي. اكيد 100% يعني عم تلاقي في اهتمام اليوم هدول الفئة من الأشخاص ذوي الاحتياجات نفسهم قصدك ولا ذوي الهمم؟ لا أكيد هن طبعا هن مهتمين، هن مهتمين وحابين وبيطالبوا بهيك قصص، وفي منهم عندهم مبادرات يعني في مثلا يعني ما في كمان نحن كمؤسسة من الجهات الداعمة ل أنسة منى عمقي اللي هي عندها الإعاقة انطلاقة، فهي كمان يعني عملت مبادرة وهي كتير حلوة ودائما موجودة وعم تتطور بهاي المبادرة بشكل كتير جيد. ومثل ما حكيت هن فئة من المجتمع أولا ما قليلة من حيث العدد يعني خلينا نقول، ورقم اثنين أساسا حرام ما نستفيد منهم، وهن حابين هن خصوصا يعني كمان بيحبوا أنه يستفيدوا لأنه أي حدا بالأخير بيحب أنه يكون هو يحس بعطائه للمجتمع اللي هو فيه، يحس بإنتاجيته، يحس بأنه هو عم يقدم شيء إن كان لحاله أو كان لأهله أو كان للمجتمع من ناحية. طيب خلينا نتعرف أكثر على الخطوات الجديدة اليوم كمؤسسة إدارة الموارد البشرية، شو هي خطواتكم بالأيام الجاية؟ هلا نحن بالايام الجايه في طبعا في اخر فتره عملنا عده ملتقيات، واحد منهم كان ملتقى المسؤوليه المجتمعيه اللي هو جمع عده مناسبات عالميه بنفس الوقت، مناسبه اليوم التطوع العالمي، مناسبه ذوي الاحتياجات الخاصه، اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصه، اليوم العالمي لمناهضه العنف القائم على النوع، وفي مؤتمر كمان كان سابقا لفرص العمل تم، وبخلال هذا المؤتمر تم اخذ اراء مدراء الموارد البشريه ومدراء الشركات اللي موجودين باهم المهارات الموجوده بسوق العمل. فتشكل معنا مجموعه من المهارات اللي هي تكررت بطلبات يعني عم نقول انه عم يتواجد فيها او تواجه فيها صعوبه بايجادها عند الاشخاص اللي عم يتقدموا لسوق العمل خصوصا من فئه الشباب الجديده.
فهلا في مثل عم نجهز لبرامج لتدريب على هاي المهارات اللي هي اكثر طلبا بسوق العمل. هاي من ناحيه. من ناحيه ثانيه كمان في توجه خلال السنه الجديده باتجاه رياده الاعمال والتوجه على التدريب على رياده الاعمال ومساهمه في موضوع رياده الاعمال. اكيد ان شاء الله كل التوفيق بخطواتكم الجايه. طيب خلينا نحكي كل مشروع او فكره بيكون فيه صعوبات او تحديات ان كانت من بدايه الفكره او يعني نحن عم ننفذ المشروع، خبرنا شو هي الصعوبات او المشاكل يلي وقفت بوجه مشروعكم اليوم. هلا بشكل عام دائما نحن كونه جهه غير ربحيه بالدرجه الاولى يعني، فالمشاكل الاساسيه الاولى بتكون اولا بموضوع التمويل اللي هو مطلوب لاي مشروع بيكون بهيك حاله. هلا مشكورين الجهات المختلفه دائما يعني، في جهات كثير بتقدم مباشره، بتحاول تساعد وتقدم الدعم كان المادي او حتى احيانا اللوجستي فينا نقول، بالاضافه احيانا لموضوع الفرق اللي بدها تشتغل، تجهيز الفرق اللي بدها تكون عم تشتغل فيها، وضع الخطط، الوقت الزمني اللي نحن بدنا نكون عم نشتغل فيه. هاي غالبا هي من اكثر الصعوبات اللي بتكون عم تواجهنا باي مشروع بشكل عام. اليوم يمكن تواجد الاشخاص من ذوي الهمم بمكان عمل قديش بيخلق يمكن جو من التفاعل من الالفه بين الاشخاص الموجودين اليوم بالعمل؟ هلأ أكيد خصوصا لما بيكون الأشخاص الموجودين عندهم شعور بالمسؤولية المجتمعية أساسا تجاه المجتمع تجاه الآخرين، فلما نشوف نحن شخص هو من ذوي الهمم وجاي سواء بعمل تطوعي أو عمل فعلي عم يقوم فيه، داخليا بنشعر يعني بننبسط انه نحن عم نساهم وعم نساعد بهذا هاي الفئه من المجتمع بانه هي فعلا تكون عم تحقق احلامها. بالاخير هو اي شخص من هاي الفئه هو مثل اي انسان عادي، عنده احلام عنده طموحات، بيواجه صعوبات بسبب بشكل عام يعني صعوبات الموجوده بالمجتمع او خلينا نقول بدخولهم اندماجهم بالمجتمع، وبالتالي لما بنشوف نحن النتائج اللي عم يحققوها بنشوف انعكاسها على نفسيتهم على شخصيتهم، هذا بالعكس اول شيء نحن بنكون سعيدين ومبسوطين فيها، الشعور الداخلي بنكون عم نحس فيه، بالاضافه لما عم نشوف تاثيرها عليهم هن كاشخاص على حياتهم على نفسيتهم، لانه حتى نفسيتهم بتلاقيها تحولت لاشخاص ايجابيين اكثر. فبالعكس موضوع جدا ممتع وجميل انه نحن نكون عم نشعر بهي الفئه وعم نتعامل معها وعم نتفاعل معها بشكل مستمر. اليوم ذكرت حضرتك انه هي الفئه عددهم كبير اليوم بالمجتمع، طيب في حدا حابب ينضم لكم كيف بيتم التواصل معكم؟ نحن في عندنا موقع المؤسسه بالاضافه لصفحه المؤسسه على الفيسبوك وعلى اللينكد ان، وفي كمان مكان المقر المؤسسه نفسه، فاي حدا ممكن عن طريق طبعا في ابلكيشن في طلب بفوت عن طريق الموقع ممكن يقدم له بيوصلنا، او ممكن يجي على مقر المؤسسه نفسها او عن طريق اي وسائل التواصل الاجتماعي اللي نحن موجودين عليها يعني اساسا بشكل دائم. اكيد اليوم في نشاطات او فعاليات تقام ضمن المعهد لمساعده هدول يمكن الاشخاص من ذوي الهمم لدمجهم اكثر بالمجتمع، عم بيكون في عندكم نشاطات مستمره بشكل مستمر؟ لا يعني صراحة هلا بحكي على كمؤسسة إدارة الموارد البشرية هي موجودة ضمن مقر المعهد. بالنسبة للمعهد ما كتير عندي فكرة شو هن الخطط تبعهم بهذا المجال. حاليا نحن طبعا هذا النشاط الأساسي اللي هلا قمنا فيه. أكيد يعني بالختام بدنا نشكرك كثير الأستاذ أسامة لازيني نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة إدارة الموارد البشرية، شكرا لك وشكرا لجهودكم الكبيرة ودعمكم الكبير، وأكيد بنتمنى لكم كل التوفيق. شكرا لك. شكرا. أهلا وسهلا فيك، نورت صباحنا. مشاهدينا نحن مكملين معكم بمشوارنا الصباحي ورح ننتقل لتقرير التالي. بجو ميلادي دافئ تم إحياء أمسية تراتيل وصلات باللغتين العربية والسريانية ضمن كاتدرائية السيد العذراء أم زنار بحمص القديمة، والتفاصيل أكثر من تبعها سوا بالتقرير التالي لزميلتنا شيرين العلي. جو ميلادي دافئ ضمن كاتدرائية السيدة العذراء أم الزنار بحمص القديمة، تم إحياء أمسية تراتيل وصلات باللغتين العربية والسريانية من قبل المغنية والمرنمة ميشيل لبعنان، وذلك برعاية نيافة راعي الأبرشية المطران مارتي موثاوس متى الخوري وحضور حاشد من أبناء المدينة. طبعا هاي الامسيات الترنيميه اللي عم تصير دائما هي لاعطاء الحياه من جديد لابناء سوريا،
خصوصا في مدينة حمص. نحن بحاجة لنرجع نعيشها من أول وجديد ونحيي بكل جرأة وبكل تحدي لكل الأزمات ولكل المصاعب اللي عم نعيشها بسوريا. كل عام وأنتم بخير، ربنا يجعل الأمن والسلام في كل مكان. وأنا كتير اليوم فخورة أني جيت على حمص وعم رتل بأقدم كنائس العالم، هي الكنيسة أم الزنار. الأمسية كانت الحقيقة كتير هيك أشعرتنا بالدفى بظل هالجو البرد القاسي، يعني صوت جهوري حلو ونقي كتير مع اللطف والحنية اللي عاطي مزبوط للإيمان والعيد الميلاد الحنون. تاخذ العقل هي واحساسها وصوتها ونعومتها بتجنن، امسي بتجنن. لا اهلا وسهلا فيك، نورتي حمص وعن جد صوتها كثير حلو، كثير استمتعنا بالامسي، كانت هيك بتعطي دفى رغم البرد اللي برا. الامسي مميزه جدا وحلوه كثير، وبدي اقول بعيد الميلاد جاءتنا بشاره بولادة ربنا لكل الحضارة. تراتيل ميلادية بثت السكينة والأمان في نفوس كل من حضر الأمسية لترسم شعاع نور وأمل، سيما مع اقتراب عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. شيرين العلي، الإخبارية السورية، من كاتدرائية السيدة العذراء أم الزنار بحمص القديمة. وصلنا معكم لمساحة جديدة وجدا مهمة مع مواضيع وعناوين بتصادفنا بمحيطنا، ونسمع عنها كثير. التحرش والابتزاز الإلكتروني ظاهرة كثير منتشرة بالفترة الأخيرة، وكل هي الظواهر تحت مسمى واحد، العنف القائم على النوع الاجتماعي. هذا الشيء كان حول اللقاء الجمعية الشبابية السورية مع الطلاب ضمن معهد إعداد المدرسين بدمشق. اليوم مشاهدينا لنتعرف أكثر على المحاور يلي تضمنها اللقاء والهدف منها. بسعدنا أن يكون ضيفنا لليوم محمود الخالد، رئيس الجمعية الشبابية السورية. أسعد صباحك أستاذ. صباح الخير. أهلا وسهلا باستوديو الإخبارية السورية. خلينا بداية نتعرف نحن والمشاهدين على الجمعية الشبابية السورية والمجالات اللي بتعملوا عليها. الجمعية الشبابية السورية للتنمية هي جمعية مرخصة ومشهرة بقرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 1163 بتاريخ 21/7/2014، نطاق عملها جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية. تعنى الجمعية الشبابية السورية للتنمية بعدة ملفات، أهمها هو الملف الصحي. نحن كثير مهتم بمجال الصحة من باب العلاج الفيزيائي، تقديم المعينات الحركية ومقومات العظام، إضافة لملف دعم المرأة وملف دعم الشباب وملف التعليم، إضافة لبعض الأنشطة التي تعنى بملفات الإغاثة، ملفات livelihood، سبل العيش. يعني فيك تقولي يعني هاي هي الملفات اللي تعنى فيها الجمعية. يعني ملفات جدا مهمة وعم تمس يمكن كافة المجالات الإنسانية اليوم. خلينا نحكي، بدأتوا بحملة للتوعية بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، وذكرنا بالمقدمة اللقاء، خبرنا أكثر اليوم عن اللقاء، عن أجواء اللقاء كيف كان؟ هلأ اليوم للأمانة نحن في كل سنة بتاريخ من 25/11 ولغاية 10/12 من كل عام، هي بتيجي 16 يوم العالمية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي. هاي المناسبة هي مناسبة عالمية، كل سنة بيكون في إلها اتجاه وكل سنة بيكون في إلها منحة. هدفها الوحيد هو يعني القضاء على مظاهر العنف القائم على النوع الاجتماعي والقضاء على العنف ضد المرأة. السنة هاي كان اتجاه الجمعية الشبابية السورية للتنمية هو الاتجاه العالمي اللي هو الاتحاد والإجماع على القضاء على مظاهر العنف القائم على النوع الاجتماعي. اخترنا هاي السنة ثلاث مواضيع كتير مهمين، هن الابتزاز الإلكتروني والتحرش الجنسي والزواج المبكر. لسبب كتير مهم، أنه هاي المظاهر نحن عم نسمعها كتير، عم نشوفها كتير، عم نحاول قدر المستطاع
نبلش نضوي على أهمية محاربة هاي المظاهر لما تتكرر وما تنتشر بمجتمعنا. للأسف بالفترة الأخيرة بالآونة الأخيرة صرنا نشوف ونسمع أنه والله ابتزاز إلكتروني، فلان مصور، فلان عم يبتز فلان، فلان عم بينزل صور، فلان عم بيهدد فلان لأنه صور، لأنه محادثات، لأنه هاي القصة. وللأسف جزء كتير كبير من النساء بالعموم والصبايا بالخصوص الشابات هن ما بيعرفوا شو يتصرفوا تماماً. بسبب البيئة اليوم. صحيح. الخوف من الأهالي، الخوف من المجتمع، الخوف من الحكي. فلانة انفضحت، بتخاف تنفضح، بتخاف ينحكى عنا، بتخاف. كل هاي القصص نحن كنا عم نسمعها بشكل متفرق، ولكن شو الحلول؟ تمام. للأسف ما في ثقافة، ما في معرفة بالقوانين والأنظمة، إن كانت في نطاق القانون السوري واللي هو كان صارم وواضح من خلال قانون الجريمة المعلوماتية اللي هو أصلاً بيحارب هاي المظاهر وهو شديد العقاب لهي المظاهر. تمام، شو أبرز المحاور أو العناوين والنقاط اللي ركزتوا عليها اليوم ضمن اللقاء؟ ذكرت أنه اليوم نسبة كبيرة إن كانت من السيدات أو الصبايا ما بيعرفوا كيف يتصرفوا بمثل هي المواقف، كيف اليوم بسطتوا الموضوع، شرحتوا أكثر ليكون في توعية ويكون في ثقافة أكثر بالموضوع؟ هلأ نحن اليوم استعنا، يعني نحن اليوم فتنا على الجانبين، الجانب النفسي اللي ممكن تتعرض له أي سيدة أو أي صبية أو أي أنثى إذا تعرضت لنوع من أنواع الابتزاز. يعني اليوم حكون اليوم في حالة من الاضطراب، في حالة من الإحباط، في حالة من الخوف اللي ممكن يتراودها أنه أنا هلأ شو ممكن يصير معي إذا عرفوا أهلي، إذا عرفوا أصدقائي، إذا عرف مجتمعي أو عرفوا بيئتي حوالي. فكتير دققنا على هذا العامل أنه أنت لازم تكوني أقوى من هذا الظرف اللي أنت فيه. وبنفس الوقت كنا عم نستعين بالمحامين ليوجهونا على الجانب القانوني اللي ممكن تتعامل فيه. يعني اليوم بطريقة كتير سهلة وبسيطة اللي بده يحاول يبتز هو المدان مو أنت المدانة. صحيح. يعني هي مبدئيا، يعني أنت ليش خايفة؟ أنت اليوم بالنسبة لك أنه بمجرد ما أنه هو هددك بصورة ولا هددك بمحادثة أنت متخيلة أنك أنت المدانة. لا أبدا، هو المدان بمجرد ما أنه حكى ولو لمحادثة صغيرة ولو بفويس صغير ولو بتليفون صغير أنه قال لك أنا رح أنشر، هو المدان مو أنت المدانة. ابتداء من بند التهديد، نهاية ببند الاستغلال أو الابتزاز لهذا الموضوع. فأنت اليوم ببساطة وجهت المحامية اللي كانت حاضرة معنا أنه أنت بمجرد ما أنك أنت بس حفظتي هاي المحادثة أنت أدنتي أبداً، وهو راح يتعرض لأقصى أنواع العقوبة ضمن القانون جرائم المعلوماتية الموجود في القانون السوري. فأنت بس ما عليك غير أنك أنت بس تحفظي هاي المحادثة أو تحفظي هذا الفويس أو تسجلي هاي المكالمة، بس باختصار شديد. وهو أصبح مو بس مدان، هو بده يصير يعني مثل ما يسموها يترجى، بس لأنك أنت تشيلي هاي الشكوى أو أنت اللي حتصير تهددي، أنت اللي حتصير تبتزي مو هو اللي حيبتزك. تماماً. طيب كيف كان تفاعل اليوم الموجودين ضمن اللقاء؟ كان في أسئلة يمكن تطرقوا إلها، خبرنا أكثر عن الأجواء اللقاء. هلأ المفاجأة اللي كانت موجودة صراحة، نحن لما استهدفنا، نحن كانت الشريحة المستهدفة هي شريحة طلاب أعداد معهد أعداد المدرسين. شو السبب؟ السبب نحن لما اخترنا أنه هدول هن بعد سنتين هن رح يكونوا قادة، هن رح يكونوا مدرسين لطلاب وطالبات بالمدارس. فكتير خطأ كتير كبير أنه يكونوا القادة نفسهم ما عندهم إجابة إذا طالبة من الطالبات تعرضت لهيك حالة. اليوم إذا أنت حبيت الأستاذ، هذا الأستاذ بيكون صديقك، هذا بيكون رفيقك وبيكون أمانك، بيقولوا المدرسة بيتك الثاني. فأنا أكيد مو سهل علي أني أنا إيجي لعند أستاذي أو آنستي اللي هو أنا بوثق فيها واللي أنا ما بقدر، مثلا ممكن يكون أنا ما بقدر أحكي لأهلي الحادثة اللي صارت معي، فأنا بشوف أستاذي اللي أنا بحبه هو الملاذ الآمن لإلي. فأكيد مو سهل أني أنا أروح لعنده وأقول له أنا في فلان عم يبتزني أو عم يتحرش فيني أو عم يبعث لي صورة أو عم بيهددني، وهو ما عنده الإجابة الوافية ليجاوبني شو أعمل أو كيف أخذ حقي. فنحن قصدنا هاي الشريحة لتكون هاي الشريحة هي نفسها بتعرف حقوقها. وصدقيني كانت المفاجأة لما التقينا بهدول الطلاب أنه
مثل ما اجانا اسئله كثير كبيره من طلاب معهد اعداد المدرسين، اجتنا كثير اسئله كثير كبيره من اساتذتهم اللي هن اساتذه المعهد. طبعا. فيما انه لو تعرضت مثلا، يعني مثلا اجتنا اسئله مثلا عن الطلاق، اجتنا اسئله عن انه يا ترى، احد الاسئله اللي اجتنا انه انا اليوم انا اذا طلبت الطلاق وهو قال لي بتتركي الاولاد فانا لازم اني اتركهم، ولكن هذا الحكي غير دقيق على سبيل المثال. أكيد. لأنه أنا حتى لو تركتهم هن حضانتهم لإلي بالقانون حتى عمر الـ15، حتى لو تركتهم، حتى لو أجبرني أني أنا أتركهم. فاليوم في تفاصيل كتير هن نفسهم ما كانوا بيعرفوها يعني. تمام أستاذ محمود، حكينا عن التحرش والابتزاز الإلكتروني، وأكيد اليوم ضمن الجمعية الشبابية السورية كمان في عندكم نشاطات وحملات للعنف ضد المرأة. صحيح. وسنويا يمكن تقام حملات جديدة، خلينا نوضح شو جديدكم اليوم بضمن 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة. نحن قلنا لهم هي لازم تكون مو بس مختصرة على 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 الـ 16 days، على الـ 16 يوم العالمية. تمام. هي لازم تكون أنشطة يومية وبشكل دائم لتثقيف المرأة ولدعمها لتكون امرأة سورية فاعلة وقوية وحاضرة بالمجتمع. نحن أنشطتنا على مدار العام بعيدا عن يوم المرأة العالمي يوم 8 آذار أو الـ 16 days، نحن بشكل مستمر أنشطتنا متجهة نحو المرأة. على سبيل المثال خلينا نقول الشهر الوردي أو بنسميه الشهر العالمي للكشف المبكر عن سرطان الثدي من 1 ولغاية 31/10. بشكل دائم نحن بنعمل نشاط للسيدات مجاني، انه كل السيدات من عمر 35 لعمر 45 بياخذوا احالات مجانيه ليروحوا يعملوا فحص سرطان الثدي. في تقولي بيوم ب 12/8 يوم العالمي للشباب، دائما وابدا نحن متجهين دائما في كل سنه لنقوم بانشطه تخص يعني دعم مشاريع المشاريع الصغيرة للشباب والشابات إن كانوا طلاب أو طالبات. بعيدا طبعا عن كذلك الأمر اللي هي الدورات المهنية، هي المهنية الفوكيشنال ترينينج اللي نحن بشكل دائم نعملها، جلسات التثقيف الصحي والنفسي اللي هي على مدار العام موجودة في مقر الجمعية. ما راح أحكي كثير عن حملات الإغاثة، ولكن بدي ضوي عليها هيك بشكل سريع. نحن حاليا عم نقوم ب يعني حملة كثير مهمة لتوزيع الألبسة والأحذية الشتوية، إن شاء الله إذا أراد رح تلاقوا رح يكون فيها صدى كثير. تمام، يعني بالختام مواضيع جدا مهمة، بدنا نشكركم ونشكر جهودكم اليوم، نتمنى أكثر أكيد الثقافة بهذا الموضوع. الأستاذ محمود الخالد رئيس الجمعية الشبابية السورية، أهلا وسهلا. شكرا لكم، نورتنا. ومكملين معكم مشاهدينا، وتزامنا مع الذكرى 7 لتحرير حلب وتطهيرها من الإرهاب، نظمات المحافظة بالتعاون مع فرع اتحاد الصحفيين فعالية رياضية لكرة القدم جمعت فريقي المحافظة والصحفيين. كيف كانت الأجواء؟ منتابع سوا بالتقرير التالي مع مراسلنا وليد هنايا. بمناسبة الذكرى 7 لتحرير حلب وتطهيرها من الإرهاب، نظمت المحافظة بالتعاون مع فرع اتحاد الصحفيين فعالية رياضية بكرة القدم جمعت فريقي المحافظة والصحفيين. المحافظة هي الحاضنة لكل الأنشطة وكل المسابقات وكل المناسبات، يعني سواء مناسبات فنية أو مناسبات اجتماعية أو مناسبات وطنية، وهي أحدها المناسبات الرياضية. وإن شاء الله سنكمل مشوار البطولات والأنشطة الرياضية بالتأكيد. يعني دائما هاي المباريات الرياضية هي يعني نوع من أنواع التحدي، المنافسة الحلوة الجميلة بين اللاعبين. فاز في المباراة التي قادها فريق تحكيم بقيادة الحكم الدولي عبد الله بصلحلو فريق المحافظة بعد أن قدم لاعبوه أداء مميزا. المباراة كانت نادية بين الطرفين، حتى فريق الصحفيين يعني صار له متجمع فترة قريبة، حسم بالشوط الثاني دارك نفس الموضوع. ليس موضوع فوز أو خسارة بقدر ما هو موضوع احتفال وفرح ومناسبة الذكريات الحلوة. يعني نحن كانت المباراة بس عبارة عن هيك إنه تعرف على الفريقين وصارت كتير حلوة. انبسطنا، ما حسينا بفرق العمر، تحركنا شوي،
مثل ما قال القائد الخالد الله يرحمه يا رب ويقدس روحه، اني ارى في الرياضه حياه، الرياضه مطلوبه لكافه الاعمار للكبار وللصغار، تشكر ملاعب السيد. المباراه التي اقيمت على ملاعب السيد الرياضيه حضرها عدد من نجوم الكره السوريه والحلبيه، وفي مقدمتهم وليد الناصر ويحيى الراشد وكامل نجمي. كل يوم شفنا مباراه حلوه، في اداء جميل منهم، في نتيجه عاليه، دليل انه فيهم هدافين ايضا، لكن هي يعني الهدف من هالفكره هو انه الجمعه والتواصل، وهذا تحقق الهدف من خلال هاي المباراه. الرياضه تجمع كل الاحباء، والف مبروك بالنسبه لنا لتحرير حلب. يعني اليوم هاي المباراه تحت شعار تحرير حلب، فهذا شعار بالنسبة لنا كبير كتير. كرة قدم حلوة، وحتى الصحفيين ما شاء الله عنهم والمحافظة، حسيت أنا أن كلهم لاعبين قدامة، يعني صارت مباراة حلوة وأرضية بتساعد. يعني أكاديمية السيد الرياضية تقدم كافة الخدمات لجميع الفعاليات الوطنية والاجتماعية والرياضية، وتستقطب مجانا المواهب الواعدة من أبناء الشهداء. وليد هناي، الإخبارية السورية، حلب. ومستمرين ضمن الفعاليات والأنشطة الكتيرة بختام هاي السنة، ومنوصل لمساحة جمالية وإبداعية أضاءت على جمال الخط العربي بطريقة جديدة وعلى لوحات من الأقمشة. هذا الشيء تحقق ضمن معرض دم مجموعة من السيدات السوريات المشاركات بمشغولات يدوية حملت حرفية عالية، وأظهرت مدى جمال الحرف العربي ضمن معرض حمل عنوان حرفي هويتي، الذي أقيم في متحف الخط العربي. لنتعرف أكثر مشاهدينا عن المعرض، بيسعدنا أن يكون معنا لليوم ليلى طباني، عضو في مجموعة إبرة وخيط. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي. وأكيد صباح الراعي، عضو في مجموعة إبرة وخيط ومشاركات في المعرض، يسعد صباحكم. صباح. أهلا وسهلا فيكم. خلينا نبدأ مع حضرتك أستاذة صباح، نتعرف حرفي هويتي، يعني عنوان لافت اليوم لمعرض المشغولات اليدوية، نتعرف أكثر على هذا المعرض وسبب اختياركم للعنوان. معرضنا اخترنا له اسم حرفي هويتي، بما أنه نحن كمان هلا الأسبوع يوم الاثنين الماضي 18 كان من أول كان اليوم العالمي للغة العربية، فنحن اهتمينا بالحرف العربي بالأبجديتنا، لأنه هي الحرف العربي هو تاريخنا، هو حضارتنا، هو الإرث اللي توارثناه من الماضي، هو لغة التواصل. الحرف العربي هو له جمالية معينة من خلال التواصل والكتابة وأي شيء، فنحن اخترنا عنوانه حرفي هويتي لحتى نورجي الناس أنه بإمكانه نحن نكتب بالقماش على القماش الحروف والأسماء والأبجدية بشكل عام. تمام. يعني قبل ما نستعرض يعني مشاريعكم ومنتجاتكم الموجودة اليوم، خلينا ننتقل لعند حضرتك الأستاذة ليلى، واحكي لنا أكثر اليوم شو اللي بيميز اليوم هذا المعرض عن المعارض السابقة، شو الرسالة أو الهدف اللي عم توصلوها من المعرض؟ تماما. هلا الرسالة والهدف إنه نحن كان الغاية نعرض بيوم مثل ما قالت اللغة العربية بمتحف الخط العربي معروضاتنا اللي بتخص الحرف العربي واللغة العربيتنا لغة الضاد. والمكان الحقيقة كان له خصوصية كتير، دعم معرضنا بالمتحف، وبنفس الوقت نحن خط سيرنا انه تكون معارضنا ضمن متاحفنا للتعريف عن هويتنا المحليه وهويتنا الثقافيه ومجموعتنا، بنكون هيك اجمعنا باكثر من نقطه بالتعريف على نشاطاتنا وعلى فعالياتنا. تمام. خلينا نكون ضمن اجواء المعرض اكثر ونتعرف عدد السيدات المشاركات اللي كانوا موجودين بالمعرض او منتجاتهم ومشاريعهم اللي كانت موجوده. هلا نحن بمجموعه ابره وخيط عدد السيدات يفوق ال 20 سيده تقريبا، اغلبهم شاركوا بقطعهم الفنيه وابداعاتهم بهالمعرض هذا. كل لوحه كانت تحمل موضوع او عنوان معين. نحن كبدايه ما كنا اول شيء مدخلين الخط العربي على الاقمشه، كنا بدايه نصنع القطعه، التدوير الاقمشه عباره عن مربعات نوصلها مع بعضها بطريقه فنيه معينه، نصنع فيها المفارش مثلا او
شراشف او المخدات مثلا. بعد منها حاولنا نضيف اشياء ثانيه، ضفنا لها مثلا شغل الكروشيه، بعد منها ضفنا لها مثلا التطريز مثلا، بعدين هلا نحن حاليا اضفنا الخط العربي. خلينا نوضح نشرح عن الشيء اللي جايبينه اليوم. تمام. نوضح للمشاهدين يمكن قد ايه فيها جهد، قد ايه فيها وقت. تمام. نوع القماش المستخدم، الحروف المستخدمه، خلينا نحكي عنهم اكثر. بالنسبه للقماش انا اللي استخدمته هون قماش المخمل. في اقمشه كثير ممكن استخدمها بس انا هذا لانه ما بينسل. تمام. حتى الكتابه استخدمت لها القماش المخمل حتى تكون طريقه تثبيته بالابره والخيط يعني سلسه وسهله. وقد ايه بنشوف يمكن هدول الشغلات اعاده تدوير، يمكن قطع موجوده عندنا بالبيت ما عم نستعملها او نسيانينا، قادرين نحن نصنع منها قطعه جديده. خلينا نحكي كمان عن هدول القطع، قد ايه استغلت معك وقت؟ تماما. الغايه انه نستخدم اعاده تدوير لكل قطع موجوده لدينا. ما بنشتري ابدا قطع موجوده جينز، قطع موجوده قطنيه تكون مثل عم تقول ست صباح، انه نختارها ما تنسل لسهوله العمل. ومنطبقها. اذا لاحظت هدول القطع الجنزيه استخدمت اكثر من لون فيها، دخلت عليهم التطريز، ممكن ندخل عليهم كروشيه او ندخل عليهم الاحرف. وطبعا السيدة السورية هي اللي أبدعت بإعادة التدوير والاستفادة من بقايا القطع الموجودة إلها، ممكن تطوريها من فكرة كبيرة لفكرة بسيطة، يعني شرشفة قطعي تساوي منه أكثر من فكرة، بتوصيله، بإعادة تدويره لمريولة، لفوطة. يعني السيدة السورية كثير إنسانة مدبرة وإنسانة بتحب العمل اليدوي، وعم تملأي وقت فراغك بشيء مثمر وشيء مفيد وشيء بدم السيدة السورية والست بخاصة إنها تحب ترتب بيتها بهالأشياء المتوفرة بين إيديها. تمام. عم نحكي عن السيدة السورية، وفعلا هي أثبتت حالها بكثير من المجالات رغم كل الظروف الصعبة. صحيح. يمكن عم نلاحظ بهي الفترة كثير من السيدات عم يلجأوا لمشاريع الهاند ميد والحرف اليدوية. خلينا نوضح شو اللي بيميز اليوم مشروعكم عن باقي السيدات. مشروعنا نحن بيتميز بأنه شغل يدوي بالإبرة والخيط، دخلنا التطريز، دخلنا مثل ما قلت لك الحرف. هلأ هو بده صبر بس بالنتيجة عم تطلع قطعة فنية يعني متكاملة. أحد الزوار سألتنا أنه معقولة عم تكتبوا بالقماش على القماش؟ قلنا لا، إيه طبعا نكتب. سابقا هو كانوا يكتبوا على الجلود أيام الملوك، يبعثوا الرسائل على الجلود، بعدين صار الكتابة على الخشب وعلى المعادن وعلى الفخار. نحن حاليا عم نكتب بالقماش على القماش. الجمالية بتظهر، جمالية الخط، الحروف العربية خارج الورق. فعلا خارج الورق تظهر جمالية الخط العربي. طيب خلينا نوضح أكثر القطع الموجودة هون، نحكي عنها طريقة الشغل اللي استخدمتوها اليوم. هلأ مثلا هذا المفرش مثل ما قالت توصل بقطع بقايا قماش بغرز تطريز بسيطة، غرزة السراجة، باستخدام ألوان بقايا حتى ألوان خيطان موجودة لدينا، ونزلنا عليها بعدين بشكل نافر الأحرف. خدمتني الفكرة وعطتني فكرة قيمة. في عنا هون استخدمنا عبارة كن عونا للناس دوما غرزة تطريز. نحن عنا بمعروضاتنا معظمها بالمعرض، معروضة بالمتحف، نتمنى زيارتكم. وحتشوفي كتير في مشغولات ويدوية، حتى ما نوهنا للخيش، استخدمنا بأحد الخامات اللي استخدمناها خامة الخيش، كتير عطتنا نتيجة كتير حلوة، موجودة متوفرة بين إيدينا وبغرزة بسيطة اسمها الغرزة الشرقية، نفذنا منها فيها أفكار. حتلاحظي هون مثلا الحقيبة بهي الغرزة مساوينا رسمة فراشة. بالمعرض في كمان مفرش معمول بنفس الغرزة، معمول شجرة، معمول أفكار كتير حلوة على نفس الخامة بأفكار بسيطة بخامات متوفرة لست البيت، من الخيش، من بقايا خيطان، ممكن خيط حريري، ممكن خيط تطريز، ممكن خيط صوفي. يعني أنا مفتوح أمامي الخيارات، عديدة موجود بكل الأمور. طيب بتشتغلوا حسب الطلب أم ممكن حسب أفكار معينة ممكن تجيبوها من الإنترنت أو من الواقع تشوفوا قطعة وتشتغلوا عليها؟ طبعا بالحالتين حسب الطلب. اللي بمعرضنا كان في واحدة من الصبايا أنه حابة تكتب اسمها على الجزدان، طلبت من إحدى السيدات أنه ممكن تنفذي لي هالفكرة هي، فعلا نفذت لي إياها وأمنت لي إياها. ممكن على النت أي صورة
أي عمل، جزدان، مفرش، بيت مخدة، طبعا كله بيتنفذ على القماش. اليوم يمكن السوشيال ميديا هي مثل ما بنقول سلاح ذو حدين، ممكن تكون مفيدة وبنفس الوقت لا، لكن اليوم المشاريع المهمة، مشاريع الهاند ميد، هي لحتى تنجح أكثر وتكون معروفة بحاجة لتسويق لحتى الناس تعرف أكثر عن مشروعكم. خبرينا أكثر عن طريقة التسويق اللي بتتبعوها اليوم لحتى تعرفوا الناس أكثر عن بريوخيت. تماما، اكيد مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال مجموعاتنا على الفيس، من خلال مجموعاتنا على الواتس، زياراتنا الميدانيه، انا كمدرسه، زميلتي كفنانه تشكيليه، الاخرى سيده بيت. عم ننتشر بدمشق، باطراف دمشق، حتى يعني مجموعاتنا من خلال الفيس وصلت لخارج سوريا. انت بتعرفي ابنائنا انتشروا بخارج بقاع الارض، بيبعثوا لنا احيانا انه حابين هاي القطعه، بحجزوها، نفذوا لنا مثل حجزي لي اياها، انا بس انزل بدي اخذها منك، نفذي لي، او حتى احيانا بيطلبوا مشورتنا انه نساعدونا كيف ننفذ، يعني بيكونوا هن بيمتلكوا المهاره ينفذوا هالشيء، بس بدهم مين هيك يوصلهم لهالطريق. يعني كثير بالعكس، مواقع التواصل كثير عم تساعدنا، ونحن كثير عم نسعى بكل لا، واليوم نشكر استضافتكم، يعني انها كمان حتسهل، وزارة الثقافة كمان كتير عم تستضيفنا بمعارضنا بالمتاحف، بمراكز الثقافية، كمان هذا كله هذا عم يساعد على نشر مجموعة أعمالنا، مجموعة إبرة وخيط. أكيد، خبرينا أكثر عن تفاعل الناس اليوم الموجودين ضمن المعرض على المشغولات اليدوية الموجودة، كيف بتكون آراء الناس؟ يمكن بتلاحظي إذا كانت القطعة على أرض الواقع بتكون تفاعل الناس معها أكثر، بيشوفوا القطعة أكثر جودتها أكثر من أنه يشوفوها على الانترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي. خبرينا على التفاعل اليوم الموجود. نحن من خلال معرضنا حرفي هويتي أتحنا الفرصة للزوار للتأمل، لتأمل الإبداعات الموجودة وتذوق جمالية الخط العربي المترجم على القماش. فعلا هن اتفاجؤوا يعني باللوحات، هن عادة مثلا لو رسم تشكيلي مثلا رسم الألوان الزيتي، بس القماش أبدوا إعجاب هون، لأنه كان عنا لوحات كتير عددها كبير، وكل لوحة كانت عم تحكي قصة وحكاية. هلأ في عنا بعض اللوحات مثلا كانت عم تحكي قصة قروية عم تعتني ببستانها مثلا، احدى اللوحات كانت عم تحكي قصة حي شعبي، ترجمته احدى السيدات المبدعات عنا بالمجموعة إبرة وخيط على القماش، حتى يعني وضحت على القماش تفاصيل كل الحي، الجدار، الأرض المرصوفة بالحجر، شجرة النارنج أو الياسمينة، العلية اللي كانت بالحي الدمشقي القديم، الأرميد. فهن أبدوا إعجابهم فعلا يعني، وتفاعلوا بشكل كتير حلو مع هاللوحات هاي الفنية اللي فيها إبداعات. ست ليلى، هيك نصائح أخيرة لكل السيدات اللي حابين اليوم يفتحوا مشروع خاص ويلجأوا لمشاريع الهاند ميد والحرف اليدوية. وبتترافق على فقرة ست صباح أنه نحن بالمعرض تبعنا مشكورة أمينة المتحف السيدة إلهام محفوظ استضافتنا وأساحتنا هالفرصة، استضافنا ورشة نشرح فيها كيف نطبق أفكارنا، واستقطبنا الحقيقة من أبناء الحي، من الزوار اللي عم يمروا من أمام المتحف، فاتوا تفرجوا وحضروا هاي الورشة، وكمان في الفنانين التشكيليين حضروا منها جزء، ومهدت هالشيء أنه اطلعوا على العمل تبع الورشات وتبع الإبرة وخيط، ومشكورين لاستضافتكم. وشكرا لكم ولوجودكم معنا لليوم، واكيد مشاهدينا مع ختام هالفقره الجماليه بيكون انتهى مشوارنا الصباحي معكم لليوم. شكرا لكل المتابعين، واكيد شكرا للاستاذ المخرج ميلاد الحسن والمعده هزار عبود، واكيد المصورين، واكيد لا تنسوا تابعونا بكره بنفس التوقيت مع ضيوف جدد وفقرات جديده وعديده. ومن هلا لبكره ضلوا بخير، باي باي.